مساء الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام ولمدة ساعة كل يوم أربع من الساعة واحدة للساعة اتنين. النهاردة موضوعنا ناس كتير قوي بتشكك فيه وناس تانية بتصدقه. في ناس بتعتبره منهج لحياتهم وبتعتبره تحليل للشخصيات، أي حد جديد بيدخل حياتهم بيحللوا شخصيته وبيعرفوا طباعه، هل هو صادق كاذب، حاجات كتير. في ناس تانية بتعتبره خلاص معتمدين عليه اعتماد شخصي في اكتشاف حقيقة اللي قدامهم، بس هو مش حاجة، يعني في ناس تانية بتشوفها ان هو زي حاجة زي قراءة الفنجان كده، لكن هو في الحقيقة ان هو علم لا يقل عن اي علم من علوم الداخلية للإنسان. كمان عندنا احنا النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن لغة الجسد او البودي لانجويج وعلم الفراسة. تحليل الشخصيات باستخدام لغة الجسد ده شيء مهم جدا، هو مش يعني زي ما بيقولوا تحليل بقراءة فنجان حاجة في الغيبيات او كلام من ده، هو مش كده، هو علم من علوم النفس. مين فينا مش حابب ان هو يعرف حقيقة الشخص اللي قدامه، بيكذب عليه ولا ما بيكذبش، ولا بيخني، ولا في وشي بيضحك ومن ظهري في قلبه حقد او غل او كره. لغة الجسد او علم الفراسة استخدموه في اكتشاف شخصيات الرؤساء واكتشاف النجوم او المشاهير عشان يعرفوا هل هم بيكذبوا ولا هل هم صادقين في كلامهم. هيكون معايا النهارده وهيكلمنا عن لغه الجسد وعلم الفراسه مصطفى ابو مسلم، هو كاتب مصري من مواليد بغداد، عاش حرب الخليج في الكويت، اتخرج من كليه الهندسه وشارك في مهرجانات ادبيه وليه منشورات في الصحف العربيه والمصريه، ولانه كمان شاعر ترجمه القصايد بتاعته العديد من اللغات. هو شاعر مصري، هو مهتم بعلوم النفس، أخذ كورسات كتير في مجال لغة الجسد وعلم الفراسة، وبدأ يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا وانتشرت وعملت صدى كبير جدا مع الناس، حلل فيهم شخصيات ناس كتير من المشاهير والرؤساء. وكمان لغة الجسد هو مهتم بيها ومهتم بدراستها ومهتم بعلم الفراسة. هيكون معانا بعد الفاصل، بس تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة أو البيج بتاعتي على الفيسبوك. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن البادي لانجويج او لغه الجسد، ومنورني النهارده في الاستديو مصطفى ابو مسلم الباحث في العلوم علوم الفراسه ولغه الجسد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك مصطفى ابو مسلم، قلتها صح ولا مسلم؟ تمام. لا تمام. تمام. في البدايه مصطفى، حابين اصلا نعرف الناس يعني ايه لغه الجسد. هي لغة الجسد هي الحركات التعبيرية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، هي بتمثل عموما 55% من الحاجات اللي احنا ممكن نعبر بيها. يعني مثلا الكلام المنطوق بيمثل 7% فقط من الى جانب كمان نبرة الصوت، نبرة الصوت بتمثل جزء برضو بس جزء اكبر من الكلام اللي احنا بنستخدمه. لكن لغة الجسد هي اكبر حاجة بنستخدمها في حياتنا، اللي هي لكن للاسف الناس متجاهلة ده او مش بتستخدم دوت، رغم ان هو ممكن يفيدها في حياتها العمليه وحياتها الشخصيه في حياتها عموما. يعني اكيد لو حركات معينه بتوضح كل الحركات هتسهل حياتها كتير. طيب علم الفراسه، الفراسه ايه معناها؟ وهل الفراسة في فرق بين الفراسه ولغه الجسد؟ لغه الجسد والفراسه طبعا في فرق، هو دي حاجه مستقله بذاتها. طيب تماما. ايه هي الفراسه؟ الفراسه هي وصف الشخصيات، تحليل الشخصيات، اللي هي صفات الشخصيه اللي احنا بنتولد بيها، بتفضل معانا لغايه ما نموت، بتفضل يعني هي بتفضل لأبد. انما لغه الجسد بتبقى حركات ممكن تظهر في جزء من الثانيه فبس، يعني فبنقدر نحلل على اساسها الشخص ده سعيد، الشخص ده حزين، الشخص ده غضبان، الشخص ده مشمئز مثلا من حاجه، فدي الحاجات دي بتظهر في جزء من الثانيه وبتتغير بعدها، يعني بتتغير في لحظات. انما الفراسه بتبقى صفات ثابته في الشخص نفسه وبتفضل معاه للابد. يعني دلوقتي عرفنا ان علم الفراسه بيختلف تماما عن
لغة الجسد ده حاجة وده حاجة تانية، وغير كده ان احنا ممكن او نقدر ان احنا نستفيد من الحركات او العلامات او كلام معين والاكتر الحركات. عايزين ندخل الثقافة دي علينا اكتر من كده شوية ونتعامل بشكل يعني ندخلها نستفيد منها كتير، وهنتعامل يعني هتبين لنا حاجات كتير خصوصا الكذب والحاجات دي بيبقى عندنا فضول نعرف، بس مش كله بيبقى عنده الثقافة دي او مش اي حد يعرف. هي لازم بصي، هو قبل ما يعني قبل ما تتقني دوت قبل ما تتقني عموما، هي لغه الجسد ممكن اي حد يتقنها لان هي عباره حركات تعبيريه احنا بنعملها عموما في حياتنا، لو الشخص حفظها خلاص يعني هتبقى بالنسبه له بسيطه يعني. انما الفراسه بتبقى شويه، هي ليها ثلاث طرق مثلا ايام العرب زمان استخدموها، الى جانب كمان اللي ليها طريقه امريكيه اسمها ادوارد جونز، الى جانب كمان الطريقه الصينيه. بس هي للاسف يعني الناس بتستخدمها ك يعني ما ينفعش ان احنا نحكم مثلا على شخص من مثلا حجم عينه او مناخيره او اللي هو الاتساع القرط بتاعه، يعني ما ينفعش نحكم من الحاجات ديت، لازم يكون في سياق كامل، ولازم قبل ده كله يكون عندك الموهبه. يعني ما ينفعش ان انت تعملي ده من غير موهبه يكون عندك ده، يعني لان من غير موهبه مش هتعرف تعملي ده. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن لغه الجسد وعلم الفراسه. مصطفى قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ينفع اي حد يحلل شخصيته قدامه، ولا دي محتاجه يعني يكون شخص دارس او واخد كورسات مثلا في المجال ده او عنده معلومات كافيه؟ هو ممكن يعرف صفات معينه يعني صفات، انما الصفات اللي هي الحاجات الرئيسيه الحاجات اللي تخليك تشوف الشخص دوت بشكل كامل لازم يكون عنده الموهبه اكتر. يعني في الفراسه من زي ما قلت لازم يكون عندك الموهبه اكتر، انما في لغه الجسد دي لغات اللي هي حركات تعبيريه يعني متفق عليها في الدنيا كلها، يعني الناس كلها بتعملها يعني الحركات مثلاً المعروفه بالظبط. يعني مثلا طفل صغير مثلا لو مامته هو عمل حاجه غلط فمامته جايه يعني تأنبه او حاجه زي كده، فهو بيحط ايده على بقه كنوع من يعني ان هو مش عايز يتكلم او مش عايز يقول او مش عايز يصرح بالحقيقه. حركات زي دي مثلا حد شاف حاجه مش مؤذ منها او كده، معناها ايه؟ بيكون معناها ان هو بيخبي، ما هو احيانا بيخبي الحقيقه كده واحيانا عايز يخبي حاجه او بيخبي وبيكذب وحاجات كده يعني. ف يعني ما هي الحركات دي. قول لي ازاي اعرف الشخص الكذاب؟ يعني بص ركز بقى وعرف الحته دي. عايز علامات ندخل في الموضوع عايز علامات واضحه للشخص الكذاب. احنا قلنا دي علامات واضحه للشخص الكذاب. ما هو بصي لازم اولا قبل ما نحكم ان الشخص ده كذاب او لا، لازم نعرف المعيار بتاع الشخص اللي هو الطبيعي الديفولت بتاع الشخص نفسه اللي هو في حياته بيعمل ايه اصلا، يعني او في نمط حياته شكله عامل ازاي. ده اولا. وتاني حاجه لازم يكون في ثلاث علامات للكذب موجوده في الشخص ده. ده ساعتها بقى نقدر نحكم ان كان ده الشخص كاذب او لا. يعني من ضمن العلامات مثلا اللي هي مثلا لمس الانف، او اللي هو مثلا يعمل حركه يعني بصباعه كده ناحيه رقبته، او ان هو يلمس بدانه من ورا، او مثلا ان هو يحط ايده على بقه فعلا، او ان هو مثلا يرجع تلاقيه رجع فجاه كده بدون اي مبرر. حركات من دي يعني عموما. بس هو مثلا مش 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 كل مثلا من لمس مناخيره مثلا يبقى كذاب يعني. كنت لسه هسالك السؤال ده، ما يمكن دي مثلا حركه بالظبط عنده حساسيه يا جماعه مش يعني ما تقفروش يعني كذاب يعني. او مثلا هو يعني حركه جت بالصدفه في الوقت اللي هو بيتكلم فيه بالظبط. هو اصلا طب امتى يعني اعرف افرق ان ده بيكذب ولا هو يعني لمس الانف عموما او الحركه ديت بتعبر عن الكذب امتى؟ الجسم بيفرز الادرينالين لما بيكون في حاله التوتر او الخوف، يعني الادرينالين ده عموما بيسبب انقباض الشعيرات الدمويه، فمجرد انقباض الشعيرات الدمويه الدم مش بيوصل للجلد، فالجلد بيحصل له جفاف مسؤول عن الخوف. بالظبط، الجلد بيحصل له جفاف، فالخلايا بتبدا تفرز الهيستامين اللي بيعمل الحكه. فهو ده ببساطه فكره ليه الحكه بتيجي يعني في الوقت اللي بنتكلم احنا بنركز في التفاصيل معلش ويقوم جاي خلاص عملت دلوقتي بس يعني. فبتبقى لازم يعني نحكم على الشخص الكاذب عموما من السياق، انما ما ينفعش يعني كل حد بيهرش مناخيره كذاب يعني، ما جهاز حساسيه يعني عادي يعني. ايوه طيب انا عايز اعرف الغيره. الغيره علامات تبين ان في غيره. الغيره بتبقى يعني هو في غيره صحيه اللي هي الغيره العاديه دي اللي هي لطيفه حاجه لطيفه بين الناس، انما في غيره مرضيه اكتر اللي هي بيبقى فيها تحكم اكتر، بيبقى فيها اللي هو رايحه فين وجايه منين، كلمتي مين، انت عملتي ايه، زياده عن اللزوم اللي هو محاصره، هي عباره عن حصار اكتر يعني. هي يعني
بيبقى هين عليه ان هو يجيب الشخصيه دي ويحطها في اوضه ويقفل عليها كل ال... ايه طب في علامات اقدر اعرف ان الشخص ده عنده غيره مفرطه؟ الغيره طبعا ما هو مجرد مثلا بالنسبه للغه الجسد بالظبط، يعني ان هو مثلا يعني حد يجي له تليفون سواء مثلا ست مثلا الراجل ده بيغير عليها جدا، يجي لها مثلا تليفون من رقم ما فتلاقيه عمل دراما وقعد بقى عمل يعني مين اللي كلمك، هو ممكن يكون رقم غلط اصلا عادي يعني، فيعمل دراما على الموضوع دوت ممكن شهر شهرين ثلاثه يعني. في علامات ثانيه يعني هي من ضمن العلامات يعني، انما بس يعني مش متذكر قوي الحاجه اللي بتهم الستات وهي الخيانه بالنسبه للراجل، ازاي اقدر اعرف ان الشخص ده خاين؟ ازاي تقدر هو الشخص لما يعني لما بيكون في حاله خيانه او كده دليل او حاجه هو ما بيبقاش في دليل مادي، بص هي لغه الجسد برضو ما بتقدرش تحدد ده، لكن بيكون الشخص عنده بيعمل وضعيات دفاعيه كتير، اللي هي وضعيات الدفاعيه اللي هو مثلا بياخد وضعيه دفاعيه، دي وضعيه دفاعيه يعني مثلا في حركه كلنا عارفينها قوي، الموبايل على يحط الموبايل على وشه، هل دي علامه؟ لا هو حته الموبايل دي بقى في ان هو مثلا كل ما تلاقي الست تقرب له او مراته تقرب له تلاقيه يعني حركه ايده بقت سريعه او يقفل الموبايل، او مثلا رايح يدخل التويليت وفجاه يرجع تاني على طول انا نسيت الموبايل يعني لا هو في المكالمات مصطفى انت في المكالمات لحظه في المكالمات ان هو بتلاقيه بيبعد عنكم، بيبعد عن الست عموما، ما يعني ما بيحاولش ان هو يستقبل المكالمات وهي موجوده، الى جانب كمان ان هي مجرد ما بتقرب له وهو ماسك الموبايل تلاقيه بيرتبك على طول وبيقلك اهو وبيبقى بالظبط بس إيه. طيب بالنسبه لموضوع الخيانه في علامات تقدر تبين الشخص المتحرش؟ طبعا إيه زي ايه؟ بس دي بقى يعني انا شخصيا يعني عرفتها من خلال ان انا شفت كذا صور كتير من سواء من دول عربيه او من بره لناس متحرشين او اللي هم متهمين في قضايا اغتصاب عموما، دي بربطها بلغه يعني هي بالفراسه اكتر يعني الشخص أكتر المتحرش عموما بيبقى الحاجب بتاعه جايب بتمانية كده اللي هي جاي كده بس في حاجه الناس اللي حواجبها كثيفه عموما بيبقى الناس ديت حساسين اكتر، ناس عاطفيين اكتر، ناس محبين اكتر، انما الشخص دوت اللي هو المتحرش ده ثانيه يعني ده شرط اصلا الناس اللي حواجبهم تقيله بالظبط، ما هو دي في الفراسه، دي بالفراسه بيكون بالزبط. عندهم ايه تاني؟ بيكونوا الاشخاص اللي هو حواجبهم كثيفه دول بيبقوا حساسين، اشخاص عاطفيين، اشخاص محبين، دي معلومه جديده دي اول مره بالظبط انما بقى الاشخاص اللي هم حاجبهم رفيع دول بيبقوا عصبيين عنيدين بيبقى باين عليهم سوسه كده لا مش سوسه خالص، هم معديين السوسه بكتير يعني السوسه دول مسكين جنبهم يعني حاجه مسكينه كده، انما هو الاشخاص اللي هم حاجبهم رفيع بيبقى شويه عصبي عنيد رخم طباعه صعبه. علامات اكيد بس فمن ضمنها برضو ان هو برضو بيبقى دايما ابتسامه الانتصار اللي هو كده يعني عارفه انت اللي هو اللي هي الازدراء اكتر، دي علامات الشخص المتحرش بالظبط بيبقى فيها ازدراء اكتر، دايما بيبقى مبتسم ابتسامته ازدراء، الى جانب كمان ضيفي اللي هو الحاجب الرفيع دوت الحاجب الرفيع اللي جاي على هيئه 8 او على رقم 8. طيب في سؤال برضو مهم ويهم ناس كتير، ازاي بالنسبه للعلاقات الزوجيه ازاي اقدر اعرف ان اللي في قلب جوزي بجد؟ بص انا عايزاك النهارده، بص انا لا انت كده بتحقق احلامك فيا انا جاي احقق احلامي النهارده ومشاكلي الشخصيه النهارده، فيعني مثلا او علامه تبين لي قد ايه الشخص ده بيحبني او هل هو بيحبني اصلا ولا لا؟ تمام. بالنسبه لعلامات حب الراجل يعني هو بيبقى بالنسبه للغه الجسد علامات معينه حركات معينه، هو بيبقى توسع بقه بالعين يعني الشخص هو عموما دي علامات انه بيحب ولا بيكره؟ بيحب او الشخص دوت يعني في مشاعر من ناحيته عموما، هو توسع بقه بالعين بيعبر برضو عن الخوف، بيعبر عن القلق، بيحصل برضو في الحالات دي الى جانب لا مش متذكر برضو علامات قوي بس تمام يعني. طيب معانا كمان النفاق النفاق دوت بيفكرني باللي هو لما كنا زمان مع بعض وكده، ومثلا زمان مع بعض يجوا مثلا في يوم الامتحان، ها يا ابني ذاكرت ايه؟ لا انا ما ذاكرتش حاجه، انا هضيع، انا هسقط، انا خلاص، انا حياتي باظت. كانوا موجودين معانا في كل حته بالظبط، اللي هو عارفه انت تلاقي حياتك ما ذاكرتش اي حاجه وسط وتلاقيه خلاص حياته كلها متدمره. لا هو حتى في العادي يعني بعيدا عن الدراسه يعني تلاقي يقول لك انا حياتي بايظه وانا حياتي مش عارف ايه وانا تعبان وانا مبين دايما ان هو عنده مشاكل بالظبط، ان هو عنده مشاكل وان هو الى جانب كمان ان هو بيحب النميمه، شخص بيحب النميمه جدا، تلاقيه بيتكلم عن الناس بشكل مفرط
شخص مثلا لو حد ضحك عليك او حد سخر منك هتلاقيه بيشارك الشخص ده في الضحك وبيشارك يعني الشخص ده في ان هو يضحك عليك. بس يعني من ضمن العلامات دي يعني، بس ان هو بيكذب كتير برضو الاجانب، ان هو بيكذب كتير بيحب طول الحوارات الوقت يعني. بيحاور. طيب إيه كمان، احنا بنقابل ناس في حياتنا بنكون واثقين فيهم قوي وبنكون شايفين ان هم حد قريب مننا، وفجأة تلاقي فيه خيانة. ازاي اقدر احدد ان الشخص ده ممكن يخوني في وقت من الاوقات، او ايه العلامات اللي تقدر تبين لي ده؟ هو مش علامات على قد ما تقدر يعني، هو انت محتاجه تركزي في التفاصيل اكتر. الناس للاسف يعني، هو الستات عموما بيبقى عندهم يعني زي قرون استشعار اكتر، اهتمام بالتفاصيل اكتر عن الرجاله. الرجاله تلاقيهم شويه يعني مسالمين كده وبيعدوا تفاصيل، انما الستات بتركز في التفاصيل. تقول لك مثلا تلاقي ده واحده، اساسي. بالظبط، تلاقي واحده مثلا يعني طنشتها او يعني ما خدتش بالها من حاجه، ده بتكرهني، ده جواها سواد عملت ناحيتي. معايا النهارده حاجه بالظبط، عارفه صعبه انت، مش قادره. وتقعد بقى تكبر الموضوع والموضوع يكبر بس جدا. مش على طول والله، في رجاله كمان كده. من ناحيه ايه؟ في رجاله بتركز في التفاصيل. يعني انت بتقصديني يعني؟ ماشي، اوكي. انت قاعد، انا قاعده خايفه منك وحياه ربنا. لا مش مخافيش والله، ما بحطش على فكره. بص انا قاعده بحاول ما اتحركش خالص وما بعملش حاجه عشان ما بتحللش شخصيتي. ما هو انت بتعملي حاجات على فكره، بجد. اللي انت بتعمليه انت بتبعيليه كل يعني، مش دي محتاجه. علامات. لا انت بتعملي. طيب اوكي. طيب احنا كان معانا فيديو للفنانه رحاب الجمل والفنان باسم سمره، ومع برعايه استاذ اشرف زكي. هنشوف الفيديو اللي هي قعده الصلح. بالظبط. هنشوفه ونعلق عليه. اوكي. ايه ده بقى؟ بص انت علق على كل دي الحركه دي مصافحه السمكه الميته. رحاب الجمل دلوقتي هتحط ايديها في ايد باسم سمره اللي هي الماسكه دي، كان مصافحه السمكه الميته يعني اللي ايه هي مصافحه؟ بتعبر عن مشاعر سلبيه، ضعف شخصيه رحاب الجمل شويه الى حد كبير. المشاعر السلبيه برضو او الغضب اللي جوه باسم سمره برضو مش قادر ان هو يعني ما يطلعوش، بيحاول برضه طول الوقت ان هو يحط ايده على اشرف ايه ده زكي. معنى ايه؟ ده بيحاول يظهر التحكم، او ان انا اللي مسيطر على القعده، او ان انا يعني انا الموجود في القعده دي، او انا المهم في القعده دي بشكل ما. اشرف زكي واستاذ لو اشرف تشوفي، زكي لو تشوفي ان هو حاطط ايده الاثنين على كده. بالظبط، بيحاول يعمل مساواه بين ان هو مع باسم سمره ورحابه جامد، ان هو مش عايز يجي على حد في الحته طبعا دي. طبعا مع حفظ الالقاب دكتور اشرف في الحته دي. زكي كان هم اتكلموا تقريبا عن مشكله في يعني، كان باسم سمره كان بيقول الناس اللي بتشتم او حاجه زي كده، فتقريبا عملوا كات وقال له ما تشتمش او حاجه زي كده، فحصل اعتراض من باسم سمره. فيعني في رحاب الجمل دي في معناها الحته دي التوتر يعني ايه؟ لا هي حاطه كده؟ ايديها بين رجليها، حاله توتر، الى جانب كمان نبره صوتها مش النبره الطبيعيه اللي هي بتتكلم فيها، بتحاول تتكلم يعني في اي حاجه عموما يعني. كلام المراوغه دي هي كلام عادي بالنسبه لباسم سمره. الناس كلها علقت على القعده ديت، هي قعده عدم اكتراث اللي هو ضجر، اللي هو متضايق اكتر. طب ودكتور علامه اشرف؟ دكتور اشرف استياء، استياء تام على طول القعده تقريبا، كان مستاء كان نفس الرياكشن من القعده دي. الحذر دي اللي هي العلامه اللي هي لمس اللسان بالشفه. ايه ده معناه الحذر؟ بالظبط. الحوار الداخلي، معلش نقف هنا بعد اذنكم لو امكن. الحوار الداخلي اللي هو كان قبل الحركه دي، كانت رحاب الجمل بتبص ناحيه الشمال، ناحيه الشمال. النظرات عموما معناها ايه نظره ناحيه الشمال؟ هو في خمس نظرات تقريبا. النظره اللي هو لحد فوق كده، لما حد يعني بيمل مثلا من حاجه او بيمل عموما من موقف، فتلاقيه بص لفوق. لما نيجي نبص مثلا ناحيه اليمين فوق، دي بنفتكر مثلا منها حاجات، اللي هو بنجيب ذكريات او معلومات من مخزن الذاكره. لما نيجي نبص ناحيه الشمال فوق، بيبقى بنختلق اكتر، وبتبقى يعني بنسبه كبيره كذب يعني. احنا يعني اللي بيبص اللي ناحيه بالظبط، اللي هو ناحيه الشمال فوق بتبقى اكتر كذب. يعني انا دلوقتي لو بصيت شمال كده يبقى انا بكذب؟ مش، ما هو على حسب السياق، ما انا بقول لك لازم تكون على حسب السياق. لو انت بتتكلمي مفيش مشكله. هو ده اللي احنا عايزين بالظبط نفهمه، عشان لما احنا كده هنمشي كل كل حركه لا اي طبعا حد ما ينفعش. ما هيعملها. هو انا عشان كده بقول لك لازم يكون في سياق للكلام. بالنسبه للحركه اللي هو مثلا اليمين تحت، دي بتعبر عن الشخص اللي هو المذنب. لما يجي مثلا يحصل مثلا ان هو
يعني يكون محقق مثلا قاعد قدام مجرم فيجي يقول له يعني الاعتراف او حاجه زي كده، او يقول له مثلا اللي هو عمله، فتلاقيه بص تحت كده البصه اللي هي دي بصه مذنب. وبرضه بس المصطفى دي تحليلات داخليه جدا، ازاي قدرت توصل لده؟ هي دي متفق، دي لغه الجسد، دي لغه اي بني ادم في الدنيا، مش لغتنا احنا بس كمصريين لا بس مثلا. هو فعلا محتاج دراسه ومحتاج اهتمام كبير، بدليل ان مثلا يعني احنا شفنا الفيديو ده كتير جدا ما حدش قدر لا التحليل الداخلي قوي ده. انا بركز في التفاصيل. ايوه التفاصيل، مش بقول لك في رجاله بتركز في التفاصيل. طيب في اعداد معينه بتبين حاجات معينه، يعني مثلا انا قاعده القعده دي وضعيه الرجل باشكال مختلفه يعني. في عادات طبعا اللي هي عادات مثلا اللي هي عادة زي يعني مثل لنا بالظبط قاعده اللي هو بتعبر ان هو شخص شويه مندفع او شويه متحمس للقعده، متحمس مثلا لما يجي مثلا الشخص اللي قدامك يعمل كده وهو قاعد في الاجتماع، دي دلاله عدائيه، دلاله رفض ان هو مش عايز يتكلم معاكي اصلا، مش عايز يعمل حوار. بس برضو لما يجي حد يقف قدامك او يجي مثلا ان هو قاعد وانت بتتكلمي معاه بتتناقشي نقاش حاد مثلا وتيجي تعملي كده فجاه مثلا، فدي بتعبر عن حاله عدائيه اللي هو عارفه انت زي درع كده الجسم او الانسان بيحمي نفسه بيه من هو يعني بياخد حاله عدائيه يعني، او مخبي حاجه او لا مش مخبي حاجه، دي معناها انه عدائيه، حاله عدائيه اللي هو حاله تربص او حاله استنفار عارفه انت. في حركه كمان عايز اعرف تفسيرها، دي اللي هي التحذير بالسبابه، دي اللي هي تهديد، حركه تهديد تهديد إيه بس حركات الرجلين في حركات اللي هي التقاطع بالرجلين دي برضو بتعكس مشاعر سلبيه ناحيه اللي قدامنا، يعني احنا لو عايزين ندي انطباع كويس ناحيه اللي قدامنا فاحنا لازم نقعد كده اللي هو يكون في مسافه بين الرجلين وتكون الرجلين منفتحين، ويكون يعني الايد على قد يعني واحنا بنتكلم يكون مثلا الايد راحت الايد ناحيه كده، ما تكونش كده اللي هو يعني، او مثلا ان انا قاعد اخبي ايدي كده، دي بتعبر بتدي اولا انطباع سلبي للي قدامك، الى جانب كمان بتدي حاله عدم ثقه من النفس انك مش شخص واثق من نفسك، الى جانب انك شخص بتخبي حاجات مثلا، ممكن تلاقي حاطط ايده في جيبه، الشخص ده برده ممكن تلاقيه بيخبي حاجات او يعني عموما حياته يعني مليانه اسرار، مليانه حاجات هو ما بيحكيهاش عموما للناس، يعني من هذا القبيل يعني حاجات كده يعني. بس تمام، احنا عايزين برضو نقول ان لغة الجسد ملهاش علاقة بالتنجيم او بالغيبيات او كل الكلام ده خالص، هو علم من علوم النفس. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع مصطفى ابو مسلم. ازاي يا مصطفى اقدر اتنبأ بحاجة ممكن تحصل في المستقبل؟ هو ما ينفعش ان احنا نقدر نتنبأ لان لغه الجسد مش شغلتها ان هي تتنبأ، يعني هي مش علم ابراج، يعني علم الابراج مثلا هو بيخص مثلا صفات عموما، يعني بتوصف يعني مثلا هو بتلمس في صفات مثلا صفه اتنين مع ملايين الاشخاص اللي هم من البرج ده، انما علم الفراسه مثلا او يعني علم الفراسه تحديدا بيخص كل شخص بتفاصيله هو الشخصيه اللي ما تخصش حد تاني، الى جانب ان علم الابراج برضو بيبقى شويه في تكهنات اكتر، يعني هو بيعتمدوا اكتر ان في برج مثلا قصدي الكوكب جه مع كوكب تاني التقى الكوكبين دول في وقت معين، فهو بيرجعوا مثلا لسنه مثلا 1960 لما اجتمع الكوكبين دول فبيشوفوا ايه اللي حصل السنه اللي حصل فيها تجمع الكوكبين دول، فعلى اساسها بقى بيقولوا ان السنه دي هيحصل براكين زلازل بلاوي بقى وعصير والحاجات اللي هم بيقعدوا يقولوها. لكن في لغه الجسد في لغه الجسد ما ينفعش نتنبأ، انما بنستنتج من خلال الحركات اللي بيعملها الشخص دي ان الشخص ده مثلا هيعاني، زي مثلا الفيديو اللي انا كنت حللته لترامب كان في 30 سبتمبر الفيديو على الشاشه كان فيديو التنبؤ بالظبط، الفيديو ده كنت نزلته في 30 سبتمبر 2020 قبل اصلا موضوع قبل موضوع الانتخابات وقبل كل حاجه. كان طيب في كان في كان في صحفي من الحزب الديمقراطي بيستفز ترامب ان هو بيساله يعني بعد ما تخسر الانتخابات ان شاء الله هتعمل ايه، هو كان سؤال استفزازي اكتر، فوش ترامب زي ما انت شايفه يعني احمر جدا وكان بيحاول يجهز رد مراوغ ليه، الى جانب ان هو بيحاول يجهز رد هجومي اكتر لان هو ترامب بطبيعته شخص هجومي واندفاعي اكتر.
انت قدرت تعرف الحاجات دي من قبل ما الحاجه تحصل؟ بالظبط، كان في 30 سبتمبر انا توقعت ان هو يعني هيحصل مشاكل، وسبحان الله هو ده اللي حصل. يعني عموما في الفتره اللي فاتت ديت كان حصل اللي هو اقتحام الكونجرس والحاجات اللي حصلت ديت، لان هو كان يعني باين جدا عليه في الـ في الـ في الـ في الفيديو دوت اللي هو العناد، كان شخص خلاص هو متربز دماغه، خلاص انا هعمل كذا يعني هعمل كذا، خلاص انتهت. فهو ده انه ما اقدرش اتنبأ طبعا بنقطة الجسد، ما اقدرش اتنبأ ان هستنتج من خلال افعال الشخص دوت هو ممكن يعمل ايه. بس طيب اعتقد ان الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بقى عندهم فضول ان هم يتعلموا لغة الجسد، هل ده ممكن اي حد يتعلمه بسهولة ولا بيبقى محتاج؟ طبعا بالنسبه للغه الجسد سهل جدا اي حد يتعلمه، يعني موجود مثلا في ماتيريال كتير جدا على النت يقدر يعني اي حد ممكن عايز يبدا بيها يبدا بيها، مفيش مشكله. كورسات برضو موجود، انما الفراسه هي اللي شويه بتحتاج شويه موهبه، بتحتاج شويه حدث كبير من الشخص ده. يعني في ناس عاديه بقابلها بيبقى عندهم حدث، يعني بيشوف الشخص اللي مش كويس بيبقى عارفه ان هو شخص مش كويس. في ناس يعني في ناس عندها الحدث ده بشكل فطري اللي هو العادي بتاعنا، نحس مثلا الانسان ده كويس، احساس بالظبط اللي هو عارفه انت رسائل ربنا لينا، اللي هو عارفه انت تحس كده. يعني للاسف ما هو الناس البنات عموما اللي بيلبسوا في مشاكل مثلا في الارتباط او حاجه زي كده بيبقى بسبب ان هم بيتجاهلوا الحدث ده طول الوقت، ربنا بيبعت لهم اشارات، ربنا بيبعت لهم حاجات، بس هم طول الوقت بيتجاهلوا ده بالظبط. تحس ان هو يعني في بلوك، يعني عارفه انت هو الحب اعمى عموما. والله سبحان الله. طيب يعني ده مش بالموهبه، لغه الجسد. لغه الجسد لا، اي حد ممكن يتعلمها، هي حركات يتعلم. هي حركات اي حد يقدر يتعلمها، لكن الفراسه هي اللي بتحتاج الموهبه. بالظبط، ولغه الجسد دي حاجه مهمه جدا، يعني بالنسبه لشغلنا، بالنسبه لحياتنا الشخصيه بيستخدموها حتى في المخابرات. يعني مثلا من القصص اللي هم يعني المشهوره جدا ان عميل في الاف بي اي عموما هو شغال برضه، هو خبير في لغه الجسد، يعني كانوا عايزين يكتشفوا شخص كان بيروح لمحل ورد، شخص هو جاسوس بيروح لمحل ورد، فعايزين بقى يعني يعرفوا مين الشخص ده او عايزين يكتشفوا الشخص ده. فتابعوا المحل دوت لحد ما شافوا شخص راح اشترى بوكيه ورد، لكن ماسك بوكيه الورد من تحت، يعني هو الورد من تحت هو ماسكه من فوق. فدي مش حاجه يعني هو في امريكا، فالامريكان مش طبيعتهم ان هم يعملوا حاجه زي دي. يعني هو شخص شارب بوكيه ورد، شخص طبيعي هتلاقيه ماسك البوكيه الورد كده، انما ده شخص مش فارق معاه اصلا الموضوع. فهو ده معنى ايه؟ ده معنى ان هو ده الشخص المدان ببساطه، هو الشخص الجاسوس، هو كانوا بيدوروا على جاسوس عموما، كان بيستقبل رسائل بيتحط له في البوكيهات او بيتحط له في الحاجات اللي هو بيشتريها من محل الورد ده. فهو مسكوا الشخص ده او مسكوا الشخص الجاسوس ده عن طريق ان هم مجرد قروا التفصيله دي. فهو لغه الجسد هي التفاصيل، التفاصيل اللي بتظهر في جزء من الثانيه. يعني انا مثلا ممكن اعمل حركه انت ممكن ما تشوفهاش، يعني هي بتكون مش ملحوظه اصلا، بتحتاج مثلا كاميرا عاليه الدقه وبطء في الحركه عشان تكتشف الحركه دي. فهي دي لغه الجسد يعني عموما، اللي هو التركيز على التفاصيل. يعني انا شخصيا لما باجي احلل مثلا فيديو زي الفيديوهات اللي انا بعملها دي لازم اشوف الفيديو 5 مرات على الاقل، ولازم ابطئ. بتعمل فيديوهات تحليليه كتير جدا، ايه اكتر فيديو حللته وطلع على التحليل صح؟ الفيديو بتاع الولد اللي هو كان بيدعي ان هو مريض السرطان ده، وتاني يوم اتقبض عليه سبحان الله. ايه ده بجد؟ والله العظيم. ايه طيب خلينا نعرض الفيديو. والولد ده اللي ادعى ان هو عنده الكانسر، هو وكانت والدته بتساعده. هو معانا دلوقتي، اتفضل. طيب. علق بقى على الفيديو كل الحركات وازاي قدر يتعلم. هو لو في صوت بس، انا لو في صوت لو سمحت لو امكن، مش عارف. مامته بتنغزه، هو كان بينغزها الاول بيحاول عشان محمد قمصان اللي الناس بتشرح بيها بقى لها كام بيعمل حركه كده. يا ريت بس نوقف، معلش انا هستعيد. نوقف. هو بيعمل الحركه دي حركه استعطاف، اللي هي الحركه بيميل برقبته كده. عموما برضو البنات او الستات لما بتعجب بحد او بتعجب براجل بتلاقيها برضو عملت الحركه دي. بتلاقي كنت هسألك على الحركة دي. بتلاقي عملت الحركة دي. يعني دي من ضمن حركات الإعجاب بالراجل عموما أو بالراجل بالذكر عموما، يعني اللي قدامها. فدي من ضمن العلامات. عايز أطلع أرد على الناس كلها اللي هو بيحاول يستعطف الناس طبعا. الحتة دي اللي هو بيغمض عينه، يعني هو بيحاول يبين ان هو متاثر بالموضوع او متاثر بالحاله، فبيحاول يتقمص يعني الحاله اللي بس مش عارف هو حصل له او الانتقادات اللي اتعرض له بس مش عارف. انا لو بعمل كده عشان اتشهر هقول كده يوم اتنين مش 4 سنين مش هلاقيها حاجه حلوه، هي مش حاجه حلوه،
محدش يشوف اللي شايف المرض هيعرف انا بقول ايه. مش طبعا في ساعه ما اتكلم عن المرض والحاجات دي بدات ان هي تنفر منه وبدات تخاف، بدات تحس بنفور لان هي عارفه ان هو بيكذب، لانه عارفه ان هو بيكذب، هي عارفه ان هو بيكذب، فهي متضايقه اصلا من وضعه كله، لكنها مجبره لان هي شخصيتها ضعيفه، ما بتقدرش ان هي تواجه، ما بتقدرش ان هي تقاومه، او هو شخصيته بيحاول يفرض نفوذه عليها طول الوقت. هي مستاءة لا هي مستاءة طبعا من الكلام، بس النهارده ناس طلعت تشهر بيا وتقول انا مش تعبان، اه شعور بالنفور اللي هو حاول يبتعد عنه. التحاليل اهي الاشعه، طبعا كل التحاليل والاشعه ديت اصلا محدش شايف حاجه، وما هو عمال بيوريها للناس كده وخلاص. اشعه واشعه موجات صوتيه ملهاش علاقه بالسرطان اصلا. اشعه اه طيب لحظه هنا، ده معناه ايه؟ اشعاعات هي دي، هو عموما صوته متوتر، حاله توتر يعني كلها بالظبط. نبره الصوت بتاعته في الاول عن نبره صوته هنا هتلاقيه متوتر جدا، في حاله توتر رهيبه. محدش ليه حاجه عندي، بيعرض الاشعه والحاجات اللي هو عايز بتاعه. محدش ليه حاجه عندي، اللي بيقول عليا بتشهر، ليه هتتشهر شهرتي وانت هتعرفها؟ شخص زي ساذج جدا. ايه ده معناه ايه؟ هو بينغز يعني شوف التحول. معلش نقف هنا، معلش نقف هنا لو امكن. ايوه الحته دي، ايوه شفت الانفعال بتاعه اللي هو ايه هتتشهر شهرتي، وفجاه اوفر قوي، لا وفجاه هدى هدى تماما، وملامح وشه هدت تماما، وبدا ينغز والدته عشان تتكلم. اللي هو الـ 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 التحول السريع من 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 حاله الافواره دي، من حاله اللي هو التوتر دي، لحاله الهدوء ان هو بينغز والدته، دي بتدل على الافتعال، بتدل على ان هو شخص كذاب. ابن تعبان له 4 سنين وتعالج سرطان، والتعليق والعلاج كان غلط. اتشخصت بقالي 4 سنين اتشخصت سنتين غلط كده، وسنتين اللي هي بالظبط. هي حاول هنا بقى شعور بالذنب اللي انا كنت كلمتك عليه، اللي هي البصه اللي هو بيبص هنا بالظبط. هو بيقول لك انا اتشخصت مش عارف ايه وخلاص، ومريض بالسرطان ومش عارف ايه، فبص تحت، دلاله كذب ودلاله ان هو مذنب، او اللي هو حاسس ان هو مذنب. فهي دي بتعب، فدي ببساطه يعني بتعالج بالسرطان، واحنا اصلا كلمه السرطان ديت ما كناش عايزين حد يعرفها خالص، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنبدا بقى شفت الحته دي، معلش نقف هنا، مش تعبان وعايز انا صدقتها بالظبط. هنقف هنا، معلش نقف هنا، ممكن نقف لحظه. انا صدقتها من الاداء والصوت والحركات بالظبط، كل الناس اصلا الاستعطاف وكل حاجه. انت لو دخلتي على الفيديو هتلاقي الناس كلها بتدعي له، والناس كلها السلام عليك وربنا ينجيك وبتاع، بس هنا هتلاقي اللي هو يعني حسبي الله ونعم الوكيل ومش عارف ايه، كل دي مراوغه. لا مش من القلب، كل دي مراوغه. انت بقى شايفاه من القلب يعني، اللي هو لا المنظر اللي هو يعني ممكن حد يتعاطف فعلا معاهم، الا بقى انت كشخص معاهم اصلا فعليا، كشخص متخصص فاهم في بالظبط. هنا بقى هو نزل، نشغل الفيديو تاني معلش، هنكمل الفيديو. هو نزل تحت على اساس ان هو بيبكي ومحروق. فين الدموع؟ مفيش اي دموع، مفيش اي علامات للبكاء حتى، وصحته حلوه زي اخواته، دي حاله افتعال بكاء كلها. احنا الناس كلها تعرفنا اللي هو افتعال، كلها حاله افتعال بالظبط. نكمل الصوت، طلعت النهارده خبر موتي، طلعت النهارده خبر موتي. هو بيحاول يمسح دموعه مش موجوده اصلا، الحركه دي لا، هو بيحاول يمسح دموعه مش موجوده اصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، كل دي مراوغه بقى، كل دي مراوغه من مامته، وهو بيفتعل بكاء، وتبقى امه مجلبها لك بس يعني. ايه اللي يخلي شخص يا مصطفى يعمل كده او يوصل لكده؟ والله انا شخصيا شفت حالات من دي عموما كتير، ناس كتير سواء بنات او اولاد، عموما في السن ده، في سن المراهقه تحديدا، اللي هو طول الوقت بيحاول يثبت نفسه، بيحاول يقول للناس انا مهم، بيحاول يقول للناس بيفتعل حوارات بالظبط، بيحاول يعني هو بيحاول يكسب اهتمام اللي حواليه. هو يعني بيكون في الغالب ملوش شخصيه، ملوش اصحاب، مش حاسس ان هو ملوش اهميه، فبيحاول يعني هو الكذبه دي هو كذبها وصدقها وخلى الناس تصدقها، وخلى كل اللي حواليه يعني يتعاطفوا معاه، وكمل في دوت يعني 4 سنين او حاجه زي كده، الى جانب كمان ان هو خد مقابل قصاد الحاجات دي. بس هو عموما اللي بيخلي الناس تعمل كده هو عدم الثقه في النفس، ان هو شايف ان هو مهمش، ان شايف الناس مش حباه، شايف ان هو يعني مش متشاف بمعنى اصح، فطول الوقت عايز يظهر نفسه، يعني يا جماعه انا موجود اهو، انا يعني حركات افتعاليه، اي حاجه بس يعني. فكل اللي عمله ده افتعال يعني.
طيب خلينا نرجع تاني بقى للراجل والست، ازاي الراجل يقدر يعرف ان الست اللي قدامه معجبه بيه او حاجه كده؟ تمام. هو بالنسبه لعلامات اعجاب الست، هو زي ما قلت العينين الايدين اي حاجه، العلامات بتكون برضو توسع البؤبؤ بتاع العين، بتلاقي البؤبؤ بتاع العين او الحدقه بتاعت العين بتوسع، بتلاقيها بتعمل براسها كده، بتميل براسها كده طول الوقت، وبتركز فيه، بتركز في عينيه وبتركز في بقه وبتركز في ملامحه وبتركز في تفاصيله. يعني المفروض تفضل باصه في عيونه علشان تفهم ان هو يفهم؟ مش شرط، ما هو هي عموما بتلاقي الست تلقائيا بتعمل ده، يعني هي بتلاقيها بتركز في تفاصيله، ملامح وشه، ايديه، شكله، يعني شكل هدومه، بتلاقيها بتحاول يعني عارفه انت تطبع صوره في العقل الباطن بتاعها عشان تفضل جواها، الى جانب كمان لمس الشعر، ان هي بتقعد تلمس شعرها او بتقعد تلعب فيه. دي ليها علاقه بال لا ليها علاقه بال لا مالهاش علاقه لا. لا هي بتقعد تلمس شعرها او بتقعد، يعني هي عموما لمس الشعر بالنسبه لها يعني. فدي من علامات الاعجاب، العينين، لمس الشعر، الايدين او حاجه فيه. الايدين لا، مش او ما هو مش يعني مش من ضمن العلامات يعني. طيب مصطفى قول لي، يعني العلامات دي بتبقى تقريبا كام في المية ان هي فعلا صح؟ يعني بنسبة 95%. ده بجد؟ اه كتير جدا، 95%. يعني لغة الجسد دي مفروض كلنا، هي المفروض بس في ناس بيبقى عندها لازمة معينة حتى في الكلام في الحركات. بالظبط، هو ده اللي اتكلمت فيه، اللي هو لازم يكون نعرف المعيار، يعني يكون عندنا المعيار اللي هو البيز، اللي هو اللي نعتمد عليه، اللي هو يعني صفات الشخصيه، اللازمات بتاعه الشخص ده، قبل ما نحكم ان هو كذاب، قبل ما نحكم ان هو شخص اللي هو دي حاجات إيه. اصلا بالظبط، نعرف شخصيته نفرق الاول ونفهم شخصيته قبل ما نتكلم في اي حاجه او قبل ما نحكم ان هو اي حاجه. بس كل دي علامات، يعني لازم ان احنا كلنا نتعلم لغه الجسد، لان ده لان هي داخله في كل حاجه، يعني حرفيا حياتك الشخصيه داخله فيها لغه الجسد، انك تكسبي الناس اللي حواليكي، انك تكسبي كل عموما قلوب الناس اللي حواليكي، انك في الشغل برضو تكسبي الناس، الموظفين، زملائك برضو، في اي مكان لغه الجسد مهمه عموما. طيب مصطفى، عارفين ان انت كمان بتكتب شعر وقصايد، لو تقدر تسمعنا حاجه انت حاببها. اوكي تمام. هقول نص من ديواني الثاني. تمام. هو كان لأمي. الله. طيب سمعنا بقى. تمام. أمي اللي بتنزل يوميا وتلم هموم وقعت مني على السلم وانا طالع بالليل، وتسيب حتة سمكة اتبقت من أكل قديم للقطة اللي تملي وجودها بيلون ورد السجادة ويبدل تفاصيلها بضحكة بدل التكشيرة المعتادة. أمي اللي تملي بنتخانق وفي رأينا دايما مختلفين، من يوم ما دخلت المستشفى لا الشمس بتشرق ونشوفها ولا عاد بيجينا لبن من السوق، بس تسمح كل حرامي شريف يجي يسرق وجعك ويخبيه. امبارح كان قلبي وجعني، غسلت جيت اغسله فيها، لفت كم لفة وما اشتغلتش، جبتها في شمال في يمين مرضتش، طلعت وعصرت فنزل هم، ما بقاش فيه دم بيوصل له. النجفة اتخنقت سابت السقف، وقعت على الأرض 200 حتة. قلبت امبارح في القنوات، ما عادوش بيجيبوا حاجات تركي. تقريبا عرفوا إن أنا وإنتي كنا بنتريق على الدوبلاج. والوردة اللي إنتي زرعتيها، جيت أسقيها، كانت مايلة لتحت. مضربة دبلانة ما بتبصش على حاجة لفوق. طبطبت عليها ملت أكتر. دمعت بكت. وشكيت فشكت، فصلت الشمس عليا جاكت، وما زلت في اوضتي حاسس بالبرد. امي اللي البيت كان من صوتها قرب يتهد، همست لي امبارح في التليفون وقالت لي بصوت شبه مقطع، خليك وسط اصحابك احسن، ما تجيش لحد. دمعت فقالت بتعيط، قلت لها انا هاي ما فيش حاجه. من بعدها قلنا كلام فاضي وقلت لها انا خارج دلوقتي. خيطت الجرح اللي في قلبي وربطته بشاش، ومشيت في شوارع تعرفني وانا ما اعرفهاش. إيه الله يا مصطفى، بجد كلامها حلو جدا ومؤثره. ميرسي. إيه بجد برافو عليك، وانت يعني انا اتبسطت النهارده وانا سعيده بوجودك معانا في البرنامج، وهي حلقه كويسه، ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم اللي احنا عايزين نوصله، ونبدا بقى نهتم بلغه الجسد. استنونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه في بيتنا.